بعد الحديث عن التظاهرات في إيران وتصريحات خامنئي بنفوذ بلاده في عدة دول عربية تأكيده على نقل طهران صراعها مع واشنطن إلى تلك الدول، معنا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب من لبنان عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا، مساء الخير. مرحبا. مساء الخير. ماذا تعني لكم في لبنان تصريحات خامنئي بالوجود العسكري والنفوذ في لبنان وفي دول أخرى من المنطقة؟ عن أي خطر يتحدث يريد إفشاله؟ حقيقة يعني قرأنا في تصريح خامنئي مع قوات الفصيلة التعبئة من خلال حديثه عن نفوذ وتغولها في لبنان وسوريا والعراق، لأنه بالدرجة الأولى رسالة ترهيب للداخل الإيراني، فهو ذكر أسماء دول أجرى إيران في المنطقة وهي لبنان، سوريا، العراق، ذكرها بالمفرق دولة دولة، ثم ذكرها بالجملة من خلال مصطلح أقليمي أشمل هو غرب آسيا وشرق آسيا، ومعلوم بأن الملكية الفكرية لهذا المصطلح تعود لجنرال إيران المقتول في بغداد قاسم سليماني، الذي لم يغب أيضا عن حديث خامنئي. الغريب فعلا الحديث عن مخاطر، يعني مسألة التخاتم الأمريكية الإيرانية تجلت في لبنان بأبهى صورها من خلال اتفاق الترقيم بين حزب الله ممثلا بالدولة وإسرائيل. غريب أيضا أن خامنئي يعتبر الأمريكيين كشفوا خطتهم عام 2006 بالإطاحة بست دول عربية هي العراق، سوريا، لبنان، ليبيا والسودان والصومال كتمهيد استراتيجي للعدوان على إيران، لكن خامنئي غاب عن باله أن إيران قد شاركت الولايات المتحدة وحلف الناتو في تنفيذ العدوان في الدول العربية، يعني وكأنه يعني بهذا المعنى يمهد الطريق. هل هو يمهد الطريق للعدوان عليه؟ إنه النفاق يتجلى بأبهى حلله من خلال ما قاله خامنئي للنخبة الموالية له في إيران. يعني كما لاحظنا أن في هذا الخطاب أن لبنان ليس بعيدا عن التجاذبات السياسية مع محاولة إيران للهروب للأمام بتصدير أزمة التظاهرات للخارج، ذكر لبنان كما تفضلت على وجه الخصوص، وهذا يعني يثير سؤالا جديدا عن الأزمة الحاصلة في لبنان وعلاقة إيران بذلك. بدون شك لبنان يقع تحت منخفض استراتيجي لتوازن أقليمي دولي بين دول أقليمية معروفة في المنطقة، السقف الأعلى فيها هو إيران وقوى دولية الولايات المتحدة الأمريكية، وأحياناً تروق عنها فرنسا بعض الشيء، ولكن أثبتت التجارب خلال السنوات الماضية بأن لبنان الكلمة العليا فيه هي لإيران، وأن الأمريكيين والفرنسيين اضطروا مرارا لتنفيذ مطالب إيران بغية تحقيق بعض المصالح المتبادلة إذا صح التعبير، وذلك في سياق الاتفاق النووي، لأن اتفاق الترسيم الذي تحدثت عنه منذ قليل هو في سياق دائرة إذا صح التعبير حسنية لربط علاقة بين إيران وإسرائيل. نعم. حتى لا تستمر إسرائيل في الاعتراض على الطبقة النووية المرجح توقيعها بين إيران والولايات المتحدة رغم تقدم الحزب الجمهوري الترامبي في الانتخابات الأخيرة. نعم. نعم. ماذا تعني تصريحات ابنة شقيقة خامنئي ضد النظام نفسه؟ يعني وهذه ربما من التصريحات النادرة. بدون شك هذه تعني بأن الاهتزاز في النظام الإيراني قد وصل إلى داخل الأسرة الخامنائية وليس فقط إلى بنية النظام الإيراني. بالمناسبة ابنة شقيقة خامنئي اليوم علمنا بأنه قد تم اعتقالها من قبل الشرطة الإيرانية. نعم. وقد سبقها إلى الاعتقال أيضا كما نعلم
فائزة هاشمي رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني السابق، لكن ابن الشقيق خامنئي التي عفوا نعم التي وجهت نقدا كبيرا للغرب بسبب سياساته التهادنية والتخدمية مع إيران، لأنه لم يقم لا بطرد سفارات إيران ولا باستدعاء سفاراته، الأمر الذي كشف جيدا أمام الشارع الإيراني الذي حتى اللحظة هو متروك من أي دعم دولي فعلي، بخلاف أقل مما حصل بكثير في أكثر من دولة عربية، حيث تدخلت المجتمع الدولي كما نعلم جميعا بالعمل العسكري في أكثر من بلد عربي من ليبيا إلى سوريا وغيرهم. لكن أين هو المجتمع الدولي الآن أستاذ علي؟ يعني أشكرك أنك تكلمت عن المجتمع الدولي، كنت سأسأل هذا السؤال، أين المجتمع الدولي الآن؟ صحيح أن هناك ضغط الآن على إيران، وهناك كثير من التصريحات سمعناها من أكثر من دولة، أمريكا ودول غربية أخرى، لكن هل تعتقد بأن هذا الضغط الغربي كافي فعلا أمام هذه الانتهاكات؟ الضغط الغربي على إيران والضغط المجتمع الدولي على إيران هو ضغط لزوم بالقوة الناعمة وليس بالقوة الخشنة كما مارسه هذا الغرب ضد دولة عربية منها العراق منها ليبيا منها سوريا. إذا المجتمع الدولي بالنظر إلى مصالحه التي تقوم اليوم على احتمال أن تكون إيران بما تملك من نفوذ اقليمي في خاصة في شرق وغرب اسيا وفي العراق عمق استراتيجي من مخازن طاقوية كبيرة قد تشكل بديل للنفط الروسي الذي تحتاجه اوروبا والولايات المتحدة في اطار الحرب الاوكرانية الروسية، وبالتالي المجتمع الدولي هو في ذروة النفاق والمعايير المزدوجة، ولو ان اسبوعا واحدا من التظاهرات التي في إيران حدثت في أي بلد عربي ما اندلعت الحرب عليها بدون هوادع. أشكرك جزيلا سيد علي شندب، كنت معنا من لبنان.